منهجية العمل الآن لدى هيئة النزاهة تختلف بالرؤية عند المنهجيات الأخرى اللي استخدمتها هيئة النزاهة في السابق. نعم. في عملية جرد ومعالجة الأموال، أنت عندما يقوى الجهاز الحكومي وتقوى الرقابة الداخلية، والرقابة كذلك تكون استباقية وليست وقائية، يعني أنت مو تركز فقط والله أنا أسوي رقابة وقائية، أنا من يوقع الضرر. نعم. وبس أفكر أنه بالشخص ما أفكر بالفلوس. الآن المنهجية في ظل حكومة السيد محمد الشيع السوداني تذهب إلى التفكير أولا بالأموال، وتذهب كذلك بعملية الاسترداد، وتذهب كذلك بأنه جعل هذه الحالة حالة لا يمكن تكرارها.